أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هنا حل الأسئلة من سؤال 18 إلى سؤال 45 من كتاب الطالب رياضيات ثاني متوسط المنهج الجديد 2017-2018. عندنا هنا الأسئلة، يقول بداية السؤال: اكتب الأعداد التالية بالصورة العلمية. يعني شو صورة علمية؟ هنا المقصود بالصورة العلمية يعني العدد ينضرب بعشرة، العدد ينضرب بعشرة. زين، احنا لازم عندنا قواعد نتبعها بها. عندنا العدد إذا به أصفار، مثلا هذا العدد به صفرين، هذا العدد به ثلاث أصفار، واضح شلون؟ إذا به أصفار فينضرب العدد بعشرة وترفع عنه الأصفار. يعني هنا ايش راح يصير عندنا؟ 723 مضروب بما؟ بعشرة. زين، هنا العشرة نخلي فوقها أس. هنا عندنا كم صفر؟ صفرين، إذا نخلي أس اثنين. هنا كم صفر عندنا؟ ثلاثة، إذا نخلي عشرة أس ثلاثة. زين، هسه القضية واضحة. هذا العدد ما فيه أصفار، بس هنا أصفار وفارزة. انتبهوا للكلام، أصفار وفارزة. هنا بس أصفار ماكو فارزة. القضية واضحة وشرحناها. هنا عندنا أصفار وفارزة. فإذا عندنا أصفار وفارزة نفس بالمراتب على يمين الفارزة، فنقول 25 في 10. نشوف هسه الأس شو قد راح يصير. واحد نفس المراتب على يمين الفارزة، هنا عندنا ايش قد؟ أربع مراتب، معناها العشرة أسها أربعة، بس هنا الأربعة مو موجب، راح تكون سالب. يعني شنو؟ إذا أكو فارزة الأس سالب، ماكو فارزة الأس موجب. هسه هنا عندنا أربع مراتب على يمين الفارزة، يعني سالب أربعة. نفس الشيء هنا، كم مرتبة عندنا؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، معناها هذا الرقم ينضرب بعشرة أس سالب ستة. هسه هاي إن شاء الله واضحة عندكم، ما بيها إشكال. من سؤال 18 هسه ل 21 أعتقد واضحة. وهاي المواضيع تفيدكم بالأكثر شيء بالفيزياء مال الثالث متوسط، لأن هاي التعامل مع الأسس، وبقية المراحل أيضا هم ممكن أن تستفادون بها. هنا عندنا هذا السؤال: اكتب الأعداد التالية بالصورة الرقمية. الصورة الرقمية شنو؟ الصورة الرقمية يعني العشرة تروح. إذا طلب الصورة العلمية، إذا طلب من عندنا الصورة العلمية يعني العشرة تنضرب بالرقم. أما إذا طلب الصورة الرقمية فالعشرة هنا تختفي. زين، هنا عندنا رقم مضروب بعشرة، هنا عندنا هذا الرقم بفارزة، واضح شلون؟ احنا اول ما نكتب 63 وراها كم صفر؟ وراها ثلاث اصفار. اول ما نكتب ثلاث اصفار، 63 وراها ثلاث اصفار. زين، هنا عندنا ثلاثة مو، وهنا عندنا مرتبة واحدة، فثلاثة ناقص واحد يبقى اثنين، معناها نخلي صفرين. نفس الشيء هنا، هنا اثنين وهنا خمسة، فخمسة ناقص اثنين ثلاثة، إذا نخلي ثلاث أصفار. هنا عندنا اثنين وهنا أربعة، أربعة ناقص اثنين صفرين، إذا نخلي صفرين. هنا واحد وهنا سالب اثنين. هنا انتبهوا، هنا العدد سالب وإجا عدد أيضا سالب، لأن هذا يعتبر سالب واحد. مرتبة واحدة قلنا إذا أكو فارزة معناها الأس سالب. سالب واحد وسالب اثنين سالب ثلاثة، فهنا يتحرك ثلاث مراتب على يمين الفارزة. هنا نفس الحالة، اثنين بثلاثة خمس مراتب يتحرك على يمين الفارزة.
من أربعة مرتبتين وخمسة يطلع سالب خمسة بسالب اثنين، يعني معناها سالب سبعة نحسب سبع مراتب. طبعا المراتب اللي يصير فيها نقص نعوض مكانها أصفار. زين هنا قال اكتب الأعداد التالية بالصورة العلمية، يعني رجعنا لعشرة مرة ثانية. هنا عندنا صفرين معناها هذا الرقم مضروب في عشرة أس اثنين، يعني نفس هاي الفكرة، نفس هاي الفكرة السابقة. زين هنا مضروب في عشرة أس ثلاثة، هنا مضروب في عشرة أس خمسة، لأن عندنا خمسة أصفار. إذا عندنا فارزة لازم الأس يكون سالب، ما في فارزة الأس يكون موجب. هنا عندنا ما دام على يمين فارزة أربع مراتب إذا سالب أربعة. هنا عندنا على يمين فارزة كم مرتبة؟ خمسة، إذا سالب خمسة. هنا على يمين فارزة كم مرتبة؟ نحسب أربعة خمسة ستة سبعة، إذا سالب سبعة. وهكذا أعتقد الفكرة صارت عندنا واضحة من خلال تكرار الأمثلة وكثرة الأمثلة، أعتقد صارت عندنا الفكرة واضحة وشكرا.